من الممثلين اللي ابهروا الناس بادائهم وابهرونا انا شخصيا هو محمد ممدوح. تايسون عامل دور قوي جدا في مسلسل رشيد، وبيمثل ببساطه ودور مؤثر، وما عندوش المبالغه بتاعت الممثلين اللي بنشوفها الفتره دي في رمضان. وكمان باين في شخصيته التطور الزمني اللي مر بيه، يعني اول المسلسل بيبدا ان هو شخص لسه طالع من السجن وبيدور على ابنه، وبعد كده الفلاش باك بنشوفه هو شخص عادي جدا وعايش حياه بسيطه وهيتجوز، فباين اول تطور بتاع الشخصيه قبل وبعد، فهو من احسن الناس اللي مثلت الصراحه. من الناس التانيه برضه هاله صدقي عامله دور، يعني هاله صدقي طبعا وتايسون كمان ممثلين شاطرين ومهمين، ولكن دورهم في رمضان ده كان مفاجاه. يعني هاله صدقي بالنسبه لي عملت دور عظيم قوي في مسلسل جعفر العمده، وطالعه بدور كوميدي على الرغم من ان المسلسل مش مصنف كوميدي اصلا، ولكن الناس حباها بتشارك افهاتها على السوشيال ميديا. حنان مطوع بقى من الممثلين اللي كل رمضان الناس بتنبهر بتمثيلها. كمان في اسماء جلال في مسلسل هرشه السبعه، ده تقريبا اكتر دور انا حبيته لاسماء جلال، وعلى قد ما الشخصيه ممكن تكون بعيده عن ثقافه ناس كتير، ولكن هي عامله دور حلو جدا.